صباح الفل عليكم يا جماعة، ويوم جديد من كينيا. تعرفوا ان احنا دلوقتي بقالنا في الرحلة ديت حوالي 251 يوم. الواحد الايام بتعدي ومش حاسس بالوقت. المهم دلوقتي المفروض بنحضر نفسنا وطالعين على واجهة جديدة. الشنط جاهزة وكل حاجة تمام. الواجهة بتاعتنا بقى ان احنا رايحين على مدينة مومباسا. المشكلة دلوقتي ان احنا رايحين بالقطر، وكنا المفروض نحجز القطر قبلها، بس يعني معرفناش نحجز عشان الحجز عن طريق الانترنت. وعشان تحجز عن طريق الانترنت المفروض تستخدم الدفع الالكتروني. عندهم برنامج كده اسمه امبيسا، ده بيشتغل بيه كل البلد هنا، فما عندناش امبيسا، فهنضطر نروح محطة القطر واحنا وحظنا. فادعوا معانا بقى نلحق تذكرة لينا. الحاجة التانية بقى ان احنا مش عارفين القطر ده شكله عامل ازاي، مش عارفين هيبقى زي قطارات الهند اللي الناس بتبقى مش عبطة فوقها ديت، ولا هيكون قطر حلو وجميل، يعني عشان هما بيقولوا ان القطر ده يعني لسه معمول جديد. بس دلوقتي احنا المفروض هنطلع دلوقتي قبل ميعاد القطر بشوية كتير جدا، عشان ما نعتمدش بقى على حظنا، ما نروحش في اخر دقيقة مثلا نقول ده مفيش مكان في القطر. ده البيت اللي كنا قاعدين فيه بقى الفترة اللي فاتت دي، وطولنا فيه شوية، يعني في اي حاجات كتير انتوا مشفتهاش عشان كنا قاعدين هنا بنعدي الفيديوهات بقى اللي فاتت ديت، عشان كنا متأخرين فيها جدا. كنا حاجزين من على اير بي ان بي. دومينيك على الموبايل بتاعها هتطلب اوبر او حاجه زيها كده، يعني اسمه تاكسي فاي، يعني كمان بيبقى سعرها ارخص يعني من ان انت تاخد تاكسي عادي، يعني سعرها ممكن يكون 5 دولار. يعني احنا في وقت زنق زي ده عايزين نروح للقطر ومستعجلين وعايزين تذاكر وبتاع، التاكسي بيبقى احسن واوفر من تعب القلب، يعني عشان هنا الدنيا زحمه جامد. المفروض التاكسي ده ياخد له بتاع 40 دقيقه كده المكان ما كنا ساكنين لغاية المحطة. لو احنا كنا عايزين نروح بالميكروباص بقى كنا هنروح وسط البلد، وناخد من وسط البلد نروح على ناخد قطر تاني لمحطة القطر الكبيرة، ويعني شغل كبير جدا يرحمكم الله يا دومينيك. يعني ربنا يستر يعني، ونوصل الساعة 12 والقطر ممكن الساعة 2:30. دلوقتي يا جماعه وصلنا الحمد لله، بس مش عارف اصلا هنا التصوير ممنوع ولا مقبول. في تذاكر يعني الحمد لله جايين بدري، وفي ناس كتير جايه بدري زينا، يعني الموضوع ده شكله متعارف عليه كده، الناس كلها بتعمل كده. Give me your passport. Thank you so much. That's it. Yeah, that's it. Okay. ده هنا يا جماعه الطابعه بتاع التذاكر اللي انت بتحجزها اونلاين. كنتش متخيل ان في تطور جامد قوي كده، تحس اصلا المبنى ده شكله شبه مطارات كده من بره. ان التصوير هنا ممنوع يا جماعه، وانا اتقفشت دلوقتي وانا بصور، وخدوني الاسم وبتاع مش عارف ايه، بعدين طلع يعني غلسوا علينا شويه يعني وبتاع. بس هنا انا حاسس ان انا قاعد في مطار، مش قاعد في محطه قطر. النظام ده يعني شاشات وكراسي زي بتاعه المطارات ديت، تفتيشات امنيه، كل حاجه تحس ان انت في مطار. انا اللي اكتشفته لما جيت هنا اصلا بيقول لك ان الناس مفروض تيجي بدري قبلها بساعه مثلا قبل ما المطار، يعني في تشيك ان تايم يا جماعه مطار. We'll fly or what it means? We'll take the flying train. Okay, Joe. Kenyan Airline. Kenyan Airline. Ah, yeah, wait. Come on. Hey, let's go. Where the seat belt? يعني ما كنتش متوقع، يعني ايه ده؟ يعني كل اللي شفناه جوه ده يعني شغل طيارات. ما اكدبش عليكم يا جماعه، هي يعني ايه ناشفه شويه، يعني مش مريحه قوي، بس يعني ايه حلوه، يعني مش بلاستيك ولا بتاع ولا خشب، يعني بتنجد بس تنجد ناشف شويه يعني، عشان بقى لنا فتره كبيره بقى ايه ما سافرناش، يعني بقى لنا فتره مأجزين. المنيو بقى محضره ايه؟ شيبسات، شوكولاتات، ميه.
Maria sandwich rail. I think we never traveled good like this, and it's only a 4 hours ride. Normally we are sitting in the bus like for 13 hours without water or something like this. وبعدين ديت واجهة لازم نحضر لها كتير. الواحد هو رايح مومباسا كأنه كده رايح زنزبار. يعني مومباسا تعتبر النسخة طبق القصد من زنزبار. يعني الروح العربية بقى والشواطئ الحلوة. في المعاد بالثانية وبالدقيقة انطلقنا. دلوقتي احنا لسه معديين على ناشونال نيروبي ناشونال بارك. القطر ده اصلا بيعدي على ناشونال باركس اللي هي محميات طبيعية بيخترقها كده من النص. فاحتمالنا يعني نشوف حيوانات وحاجات من كده واحنا معديين. اسود ونمور وحاجات من يا جماعة ده السبب بتاع القطر. العلبة ما بيتحركش ومفيش صوت اصلا. يعني مفيش صوت بيحصل في الموضوع. انت قاعد هدوء تحس ان انت يعني ريلاكس مش زي بعض البلاد بقى. And I went to show as well and there are no people sleeping up on those things here. يا جماعة كده سافو ناشونال بارك عدي كده من نصه كده. يعني ايه دلوقتي شفنا فيل بس غالبا الحيوانات اللي هنشوفها مش هنعرف نديها لكم صورة ولا بتاع عشان قطر سريع جدا. بس يعني مناظر طبيعية جميلة جدا. تحس ان انت يعني فيلم من ايام بتوع الستينات دولت اللي بتوع القطورات اللي بتمشي في وسط ادغال افريقيا دي. جيراف ده الحمد لله وصلنا مباسة على خير في الحياة. يعني مش عايز اسيب ولا الطيارة اللي احنا راكبينها دي. متحسن احنا ما حسيتش بأي تعب. المفروض دلوقتي هننزل نشوف بقى ناخد تاكسي ولا ناخد قطر ولا ناخد ايه بالظبط تاني كده عشان احنا لسه بعيد عن منطقه السيتي سنتر. ونروح بقى عند الراجل اللي هيستضيفنا. بعتنا الواحد على برنامج كاوت سيرفنج المفروض هيستضيفنا. المفروض هو عربي اصلا. يعني هو بيقول ان هو بيتكلم عربي. ممكن يكون عنده جذور يمنيه وهو يمني اصلا. مش عارفين الدنيا فيها ايه. الناس اللي ما تعرفش بقى القطر ده بياخد حوالي 4 ساعات. الباص بياخد حوالي يعني 12 ساعه. تحس ان احنا برده طالعين من مطار. يعني كل الاحوال زي المطارات بالظبط. بس بتوع التاكسيات تحس ان انت طالع من مطار القاهره بالظبط. ثانك يو. اكتشفنا ان اوبر عندهم توك توك. I think this is the first place where I see tuk tuks on taxi. Motorbike. Motorbike. Yeah, motorbike. Oh, you have seen motorbike. Tuk tuk never. بس ده توك توك بتاعنا. ده التاكسي الاوبر. احنا دلوقتي وصلنا البيت. بعت لنا رساله اوريدي قال لنا العشاء جاهز. اوكي. هاي كاريبو. السلام عليكم. السلام. مرحبا. هاي ذيس از جوينت تو بي يور لوك. خلصنا عشاء. ده البيت اللي احنا قاعدين فيه. المفروض ان احنا نقعد هنا حوالي 3 ايام. سالم اللي مستضيفنا. سالم المفروض انه يمني يعني. هو اساس يمني يعني. اليمنيين جزء كبير جدا من الثقافه بتاعت مومباسا اصلا. يعني اغلب الناس كتير هنا من اليمن عايشين لسه صح؟ ايه. يعني هنشوف البلد من جوه اكتر. يعني دي حلاوه كاوش سيرفنج. سالم كمان مسافر كبير. يعني عنده موتوسيكل باخد افريقيا كده لفه برضو بالموتوسيكل بتاعه. طلع على اوغندا ورواندا وسافر يعني البلاد اللي احنا زرناها وبتاع. هسيب برضو الاكونت بتاع الانستجرام بتاعه في صندوق الوصف تحت. تقولوا احنا جايين من عند عفيفي. لا بس شكلك هنا يعني بايكر اساسي يعني. بس انت عندك مواهب متعدده. يعني انا شايف جيتار كمان هنا اهو. تلعب جيتار شويه؟ لا والله. بس مش فنان. بس تلعب يعني. العب. بتسافر كل قد ايه يعني بال ممكن في السنه مرتين. اها. بتعد قد ايه بقى الفتره بتاعتك يعني؟ ممكن كل فتره حوالي 10 ايام. اه. انا
سوق الدباب الحين ممكن حوالي 10 سنين ولا 11 سنه، يعني في 10 سنين كنت يعني زرت كثير بلاد بلاد حتى عنده قناه على اليوتيوب، يعني راجل يوتيوبر كمان. This one is in Savo West. We are not allowed to go with the bicycles inside the national park. Yeah. But because Africa, yeah, we manage. الجو حر جدا هنا بقى في مومباسا من ساعة ما وصلنا، ودرجة الحرارة عالية، وممكن يكون أصلا الرطوبة بس هي العالية جدا. بس يعني الوقت عدى بقى مع الكاوتش سيرف بتاعنا، وقعدنا نحكي كتير، وجي وقت النوم، وإن احنا ممكن نقلت شوية كده. يعني يكون نهاية الفيديو بتاع النهاردة فيديو خفيف وسريع كده، بنجرب في حاجة جديدة ممكن يكون فيها أمل لفلوجات يومية ممكن تيجي في الوقت القريب. وانتوا شايفين الفكرة دي حلوة يا ريت تكتبولي في الكومنتات وتقولي رأيكم، لو ممكن نعمل فلوجات يومية بالشكل ده مثلا، نوريكم اللي بيحصل في يومنا وبتاع، وإذا بنتحرك من مكان لمكان. بس يعني اشوفكم بقى بكرة بقى وفي لفة في مدينة مومباسا وشوية كده حاجات جديدة نشوفها بقى، ونشوف الدنيا في المدينة عاملة ازاي. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.